ما قال لك البوليس ديال تما هم صنعوا عليها، قالوا لها راه الزوج ديالك داير في ضمات. منين دازت واحد ساعد المكانه، قولي هكاك تقريبا ساعد المكانه، عاد باش عرفنا بانه راه مات بالقرطاس فيه، ماشي مات اكسيدون ديال لا غوت ولا شي حاجه. حنا هنايا ما عارفين حتى شي حاجه، يعني ما كيجي عندنا حتى شي حد باش نفهموا شي حاجه. ما وكيعرفوا لغه التواصل ما كايناش ما بين اسبانيا وسميسو، يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله. لا قنصلية لا سافر ديالنا لا حتى شي حاجه. مهم ماشي حس العرب اللي مشاو عند مرت خويا، ما كاينش شي واحد مسؤول عربي مشى عند مرت خويا نهائيا. ضروري واش حنا غنسمحوا في حق خونا؟ راه ما يمكنش، راه ماشي متعاديه هذه باش انه يقتلوا بالقرطاس هكاك وكل شيء يسكت، حتى واحد ما يدافع عليه وحتى واحد ما ينوض يهضر عليه. كنطالبوا بحق ديال خونا، يعني حق خونا ما يمشيش هباء منثورا. خونا ما يتدفن حتى نعرفوا هذاك الحكم ديالو، هذاك بشر وهذاك بشر، يعني ماشي ما تكونش عقوبه عاديه ولا تكون يعني شي حاجه شي عقوبه صارمه في حقه، انه باش يقتلوا هكا في الفرقع راسه في الطريق والمخ ديالو يخرج من فمه. راه لا يعقل، راه لا يعقل، لا يعقل، لا يعقل، لا يعقل. راه بشر الحيوان هذاك الا لقيتيه في الطريق مقتول وبداك الطريق يبقى فيك، ماشي لا ماشي لا انسان، ماشي لا انسان. لا 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 هو الاب ديالو هنا ندوزو لكاع الا بغيتي، ما كاينش مبرازاتنا غريبه ان سيدي انا راه مسؤوله فلان فلاني من سيدي بركه في راسك شي حاجه نقدموها لك تنزيه ليك، هذه والو 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 نهائيا نهائيا، ماشي شويه نهائيا نهائيا نهائيا. حنا راه هذا الشيء خصو يتخدم بلا ما نهضروا، حنا بلا ما نقولوا، حنا راه نسمعوا الخبر. راه الولد مات من 7 الصباح، من 7 الصباح حنا بعدا ما سقنا الخبر حتى لوحده ديال النهار.